ينجح في الحفاظ على شوط في غاية الأهمية، لأنه كان ممكن يخسر الشوط دوت وهيبقوا أربع أشواط ورا بعض وهيبقى ألكاراز هو اللي بيرسل لفوز بالمجموعة الأولى بعد ما كان تحت 4-1. كده يبقى رجع تاني، والانهيار أو الخسارة المتتالية قدر يلمها ويرجع، وهيبقى ألكاراز بيرسل للبقاء في المجموعة الأولى.